عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف يكون على آخر أخبار سوق الانتقال الصيف الحالي في الميركاتو الصيف الحالي. قبل الفيديو في التفاصيل والدخول في الموضوع، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلوكك جديد، ولنبدأ على كلا والتعرف على آخر المجددات في الانتقالات الحالية. حسب صحيفة أبولو البرتغالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم بعد رسمي لنادي بنفيكا للتعاقد مع المهاجم البرتغالي غونزاليس راموس قدرها 65 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البرتغالي في سوق الانتقالات الصيف الحالي. رسميا نادي نيوكاسل يتعاقد مع اللاعب توني 20 عام ظهير أيمن لنادي ساوثهامبتون مقابل 35 مليون بوند وعقد حتى 2028. وحسب الصحافة الإيطالية فابيو رومان، أن نادي تشيلسي يتعاقد مع الحارس سانشيز حارس مرمى برايتون مقابل 20 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي. حسب الصحافة السعودية، أن نادي النصر السعودي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو لشراء اللاعب الفرنسي كليمون لونغلي من نادي برشلونة في الانتقالات الصيفي الحالي. وحسب صحيفة دي أتلتيك، أن نادي تشيلسي يزاحم نادي أستون فيلا ويبدأ اهتمامه بضم اللاعب آداميز من نادي ليدز يونايتد من خلال دفع الشرط الجزائي في سوق الانتقال الصيف الحالي. ورسميا نادي ليون الفرنسي يتعاقد مع اللاعب كالتسار مدافع ساوثهامبتون على سبيل الإعارة في سوق الانتقال الصيف الحالي. وحسب الصحافة الإنجليزية، أن نادي توتنهام يتعاقد مع اللاعب فاندي لاعب فوسبور الألماني مقابل 50 مليون بوند وعقد حتى 2028. ورسميا نادي ريفر بليت الأرجنتيني يتعاقد مع اللاعب لانزيني في صفقة انتقال حر قادمة من نادي ويستهام حتى 2027. وحسب الصحافي البرتغالي، أن اللاعب جواو كاسيلو على وشك الانتقال إلى نادي برشلونة في سوق الانتقال الصيفي الحالي. وحسب صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أن بايرن ميونخ يتواصل مع نادي إشبيلية الإسباني لأجل ضم الحارس المغربي ياسين بونو خلال سوق الانتقال الصيفي الحالي. وحسب الصحافي الإيطالي شاير فابي رومان، أن اللاعب لازام ستاميتش إلى إنتر ميلان قادم من نادي أودينيزي في الميركاتو الحالي. وحسب الصحيفة دي أتلتيك، أن نادي مانشستر سيتي فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب ميكيل أوليس جناح كريستال بالاس بمقدار 35 بوند لتعويض رحيل اللاعب رياض محرز عن الفريق في الانتقال الصيفي الحالي. رسميا نادي جالاتا سراي يعلن التوقيع مع اللاعب الالماني كريم ديمي مقابل 3 مليون يورو قادمه من نادي باير ليفركوزن. وحسب الصحافه السعوديه، ان الهلال السعودي ابدى اهتمامه باللاعب الكندي ديفيد ملاعب ومهاجم نادي ليل الفرنسي. وحسب صحيفة ساديو ميركاتو، أن نادي أتلانتا يقترب من إتمام صفقة اللاعب ديكاتلي لاعب ميلان على سبيل الإعارة. رسميا نادي فيورنتينا يتعاقد مع المدافع الكولومبي ياري مينا قادما من نادي إيفرتون حتى 2027. وحسب صحيفة فوت ميركاتو، أن نونت الفرنسي دخل في مفاوضات مع نادي أرسنال من أجل ضم الجناح البرازيلي ماركينوس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.